قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقوله عز وجل قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر؟ من دعا غير الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعموا أن هناك معبودات من دون الله عز وجل، فهذه المعبودات أروني ماذا لها من الملك، ما الذي لها؟ قال عز وجل في بيان هذه المعبودات، قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر الأول لبيان ضعفهم وعجزهم. الأمر الثاني: وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهذه المعبودات نصيب في هذه السماوات والأرض، فكيف يشفعون؟ الأمر الثالث في هذا النفي: وما له منهم من ظهير، فهو لم يستعن عز وجل بهؤلاء في خلق السماوات والأرض. ومن ثم فإن من له حق في الشفاعة إما أن يكون مالكا لهذا الشيء أو شريكا لمن يملك هذا الشيء أو أن يكون معينا له في تدبير وفي امتلاك هذا الشيء. ومن ثم فإن هذه المعبودات لا تملك شيئا في السماوات ولا في الأرض، بل ولا تملك مثقال ذرة، فيكون ما هو أعظم من الذرة من باب أولى. أن النص إذا جاء في بيان المبالغة أنه لا مفهوم له، فلا يفهم من أنهم قد يملكون ما هو دون الذرة، فإنهم لا يملكون شيئا، وذلك لأن المفهوم لا يعتد به إذا كان السياق في سياق المبالغ. ثم هم لم يشاركوا الله عز وجل في خلق السماوات والأرض، ثم أن هذه المعبودات لم تعن الله عز وجل في خلق السماوات والأرض، فأنى لهم أن يشفعوا. ولذا قال بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولذا لو تأملنا لوجدنا أن السياق في نص الآية الأولى أنه للنفي، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما الذي بعدها؟ وما لهم فيهما من شرك، هذا نفي ويفيد العموم، وما له منهم من ظهير، وهذا أيضا يفيد العموم لأنها نكرة في سياق النفي فتعب. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن ثم فإن هذه الآية ذكرت شرطا من شروط الشفاعة، وهو إذن الله للشافع أن يشفع. وهناك آيات أخرى ذكرت الشروط، ومن تأمل كتاب الله عز وجل وجد، كقوله تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والنصوص في هذا المعنى كثيرة.